إدارة المحافظة ما يقدر يسيطر على هؤلاء الجماعات بطريقتين، أولا الطريقة الأولى المتنفذ السياسي، ثانيا تنازع القرارات الصادرة من بغداد. راح تقول لي شلون تنازع القرارات الصادرة من بغداد؟ مثلا احنا شفنا طلع قرار حكومة الكاظمي توزيع قطع أراضي على الموظفين، زين أنا عندي الموظف الممرود في كركوك اللي كان سابقا عليه ممنوع عليه يحصل قطعة أرض بالأخص التركماني والكردي بالدرجة الأولى، بغداد قال يابا هذول ممكن ياخذون قطع أراضي، حكومة الكاظمي قرار 419. لكن اللي صار القوى السياسية المهيمنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بلشوا ينطون تعليمات تؤدي إلى تدهور الصراع ما بين موظفي كركوك مع منتسبين من غير محافظات في كركوك قاموا ياخذون أراضي. شلون هاي؟ هذه شلون؟ سوى شلون أنا يعني؟ أقول لك شلون. أي الأمانة العامة لمجلس الوزراء أي نطى تعليمات يقول كل واحد قائد أمني يجي إلى كركوك أو كل واحد أي يخدم في كركوك بالأجهزة الأمنية صار لعشر سنوات في كركوك لازم يأخذ قطعة أرض. زين أنا أجي أشوف عقيد. زين والمادة 140 هنا أنا المادة 140 ما أشتغل ما أشتغل ليش؟ يعني بمعنى تعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفق القرار 419 وكأنه لم تكن هنالك مادة اسمها 140 حتى إذا مو من أهل كركوك خدمت عشر سنوات يأخذ قطعة. قام يأخذ قطعة أرض هنا صار غبن بحق موظفي كركوك اللي صار له 35 سنة ما يأخذ قطعة أرض ويجيني واحد خادم عشر سنوات في كركوك وسابقا ما أخذ قطعة أرض، سابقا ما أخذ أيام النظام السابق ما أخذ مو قطعة أرض قطع أراضي ما أخذ، لكن يذهب إلى التسجيل العقاري ماله في المحافظة الجنوبية أو الغربية أو أي محافظة ماله ينطي له ورقة بسيطة شيء بسيط بعشر بألف دولار أي كان يكتب له هذا ما عنده قطعة أرض ما محصل قطعة أرض أيام النظام السابق يأخذ بكركوك أخذ قطعة أرض يأخذها بكركوك صار كركوك مرتع للآخرين بحجة أنه القرار لازم يمنع الأرض. هنا من تدخلنا سيد وزير البلديات مشكورا قال لا كركوك حالة خاصة اللي ما عنده 57 ما يأخذ قاع، لكن التفسير الآخر اللي إجا من الأمانة العامة من مجلس الوزراء من الدائرة القانونية دا يقول أنتم مالكم شغلة لا تستمعوا إلى وزارة البلديات. طيب أريد أعرف من جاي يدير كركوك؟ وزارة الوزارات لو الدائرة القانونية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وفق القانون من يجب تؤدي وفق القانون من القانون الوزراء وفق القانون الوزير يعني وزارة الأسكان والبلديات السيد بنكين لازم إيه طبعا زين قرار ما له صحيح الرجل قرار ما له صحيح لكن القرارات اللي تأتي من الأمانة العامة تطغى على قرار السيد يعني وزير يا البلديات أستاذ ونشوف الفساد مستمر وماشي هذا الأمر ماشي هذا الأمر واللي عنده قطع أراضي سابقا ماخذ دا ياخذ عن طريق الرشا وللأسف المواطن اللي صار له 35 سنة ما عنده قاع هذا ما ياخذ الولد الولد استلموا أكيد استلموا استلموا يعني هسه مو بس استلموا والله هسه اللي استلم الممرود استلم بحي بعيد عن كركوك القاع يسوى 25 مليون أي. واكو عليه تجاوز وخطيه هذا الممرود لازم يروح يسوي واسطه حتى يشيل التجاوز من القاع ماله هذا زين. الموظف المسكين والاخر ليش عبالك اخذ في هناك لا اخذ بلب المدينه زين ما تقول لي علم اداره المحافظه ماشي وعلم اداره المحافظه والقاع يسوى 200 مليون